السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم الأهلي ينتخب. خلاص العد التنازلي تسارع بنسبة كبيرة جدا، لا يبقى غير ساعات قليلة وتنعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي بإذن الله تعالى يوم الجمعة لانتخاب مجلس جديد يدير النادي لأربع سنوات قادمة. كل الترتيبات على قدم وساق، إدارة النادي جهزت كل حاجة، لكن النهاردة كان فيه حكم قضائي مهم بشأن انتخابات الأهلي. خليني أقول لحضراتكم عليه. قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة، وألغت المحكمة حكم أول درجة المتضمن قبول دعوى الأستاذ وليد الفيل في الترشح على مقعد نائب رئيس النادي. الفيل كان أقام استشكال أمس للاستمرار في تنفيذ الحكم، لكن المحكمة الإدارية العليا قضت برفض أو إلغاء الحكم الصادر بإدراج اسمه في كشوف الناخبين، وأكدت على قبول الطعن المقدم من وزارة الشباب والرياضة. إذن الدائرة الثانية في مجلس الدولة كانت حكمت بقيد وليد الفيل. الإدارية العليا النهاردة في دائرة فحص الطعون قضت بإلغاء هذا الحكم الصادر بإدراج اسم وليد الفيل، وعليه إدارة النادي ليس أمامها إلا تنفيذ الحكم القضائي الصادر من الإدارية العليا برفض قيد وليد الفيل في كشوف الناخبين. عارفين حضراتكم مجرد ما الأستاذ وليد الفيل أخذ الحكم، طبعا أنتم متابعين المشكلة من الأول، الراجل راح يقدم أوراق ترشيحه في العشر دقائق الأخيرة قبل غلق باب الترشيح. كان منقوصة بعض الأوراق، منها شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الموقف منه. اللجنة المشكلة بتلقي الأوراق رفضت قبول أوراقه بسبب أنها مش كاملة أو مش مستوفاة. فقدم رفع دعوة طالب بإدراج اسمه. منذ أيام حصل على حكم بإدراج اسمه. إدارة النادي الأهلي كانت واضحة جدا إن هي رفضت الطعن على الحكم ورحبت بقيد اسم العضو في كشوف الناخبين أو المرشحين، شأنه شأن كل القائمة اللي شمالها قرار الترشح. لكن اللجنة الأولمبية طعنت ووزارة الشباب والرياضة طعنت. الأهلي ما كانش مرحب أبدا بهذا الطعن، وكان مستقر الأهلي تماما من خلال الإدارة القانونية فيه والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة على قبول هذا الحكم وإدراج اسم السيد وليد الفيل في قوائم المرشحين. لكن النهاردة زي ما أنا بقول لحضراتكم وزارة الشباب والرياضة كانت طعنت، لأنه كمان الجهة المختصة اللجنة الإدارية اللي كانت مختصة بتلقي وقبول الأوراق كانت مشكلة من مديرية شباب والرياضة في القاهرة، هي الجهة الإدارية المباشرة. فبالتالي وزارة الشباب والرياضة استخدمت هذا الحق القانوني في أنها تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. طعنت أمام الإدارية العليا في دائرة فحص الطعون اللي قضت النهاردة بإلغاء الحكم الصادر، ومن ثم استبعاد ترشيح وليد الفيل. أصبح الكشف النهائي فيه مين؟ الكشف النهائي للمرشحين هنستعرضه معاكم سريعا، لأنه ده اللي خلاص هيتم طبع استمارات الترشيح بكرة على هذا الأساس. كانت لسه إدارة النادي ما طبعتش استمارات التصويت، بكرة هيتم طبعها واعتمادها من الجهة الإدارية. ليس فيها السيد وليد الفيل، لكن فيها على مقعد الرئيس خالد سليمان أبو العلا عيد والكابتن محمود إبراهيم الخطيب، الاثنين على مقعد رئيس مجلس الإدارة. على مقعد نائب الرئيس فقط الأستاذ العمري فاروق محمد عبد الحميد العمري، لكنه يلزم الحصول على 10% من الأصوات، ودي نقطة مهمة جدا الأعضاء لازم يرعوها، لازم ياخد 25% من نسبة عدد الأصوات حتى وإن كان نجح بالتزكية. ففقط على مقعد نائب الرئيس الأستاذ العمري فاروق، على مقعد أمين الصندوق المهندس خالد مرتجي والأستاذ خالد الدرندالي. في عضوية مجلس الإدارة فوق السن في 10 مرشحين، الدكتور أحمد غيط
كابتن حسام غالي، الاستاذ طارق انديل، الدكتور محمد جمال ماضي ابو العزايم، المهندس محمد زكريا سراج، الدكتور محمد شوقي، الاستاذ محمد الضماطي، والاستاذ محمد الغزاوي، والاستاذه منار سعيد، والدكتور مهند مجدي. العشر اسماء المرشحين للعضويه فوق السن هيتم انتخاب 7 منهم. في كمان 5 مرشحين للعضويه تحت السن، ودول مقعدين، يعني من الخمسه بننتخب 2، من العشره بننتخب 7، ومن الخمسه بننتخب 2. من بين الاستاذ عبد الله العياشي، المهندس عبد الله العياشي، والاستاذ عمر ربيع ياسين، والاستاذ محمد جمال الجرحي، والاستاذ محمد رأفت الهنداوي، والاستاذه مي عاطف. دول الخمسه المرشحين تحت السن، بيتم انتخاب 2 منهم، والعشره فوق السن بيتم انتخاب 7 منهم. صحه الانعقاد زي ما قلت لحضراتكم يوم الخميس الانعقاد الاول، وده عمليا في كل الانديه بنسبه كبيره او بنسبه كامله لا يتم او لا يكتمل. يوم الخميس الانعقاد الاول صحه انعقاده لازم يحصل حضور نصف عدد الاعضاء زائد 1. نص عدد الاعضاء في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي ليهم حق التصويت 180,000، يعني مطلوب يوم الخميس يجي 90,001. ده عمليا ما بيحصلش اذا ما حطينا في الاعتبار ان اخر رقم قياسي سجلته الجمعيه العموميه للاهلي في انتخابات 2017 الساخنه جدا كان 37,000 عضو. فيوم الخميس لا يكتمل النصاب القانوني بنسبه شبه كامله، فبيؤجل الانعقاد لليوم الثاني. انعقاد يوم الجمعه بقى هي دي الانتخابات الساخنه، لانه صحه انعقادها 10% من عدد الاصوات اللي ليهم الحق او 5% ايهما اقل، فبتكتمل في خلال اول ساعه الصبح. طبعا النادي وضع كل الترتيبات زي ما طمنا حضراتكم تباعا لاستقبال اعضاء الجمعيه العموميه في هذا العرس الانتخابي الكبير اللي دايما وابدا الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بتضرب المثل في كل التزاماتها ووعيها في مسانده ناديها. طبعا الإدارة التنفيذية للنادي جهزت كل حاجة، الخيمة الانتخابية اللي هتستقبل هذا الانعقاد المهم جدا زي ما حضراتكم شايفين، دول كشوف الأعضاء المسددين لاشتراك السنة الحالية والسنة اللي جاية. بالمناسبة اللي سدد حتى السنة الأخيرة هو ليه حق التصويت، فبالتالي 180,000 عضو تشملهم هذه الكشوف اللي تم وضعها في جنبات النادي في كل مقراته لتمهيدا لاستقبال هذا الانعقاد المهم، وفيها تيسيرات كبيره جدا. يعني عايز اقول لحضراتكم اي عضو بيمسك كارنيه العضويه اول رقمين من اليمين ده رقم اللجنه، عشان تبقى المساله سهله ما يلفش ولا يسال لجنته فين. اول رقمين من اليمين هم دول رقم اللجنه الانتخابيه بتاعته، دي الخيمه اللي تم توسعه مساحتها وتم تخصيص مداخلها ومخارجها علشان يكون فيها تيسير كبير على الساده الاعضاء لاستقبال السادة الأعضاء بأفضل وسيلة ممكنة. في ترتيبات وتسهيلات كبيرة جدا للانعقاد، بالإضافة إلى تخصيص بقى سيارات لنقل الأعضاء من مقري النادي بمدينة نصر والشيخ زايد إلى مقر الجزيرة اللي هيستقبل هذا الانعقاد المهم. عايز أقول لكم إنه مجلس الإدارة وهو بينهي أعماله الأخيرة لما قدم للجمعيه العموميه الميزانيه بتاعته وكشف الحساب كان فيها جزء خاص بالوحده الاقتصاديه. ازاي قدرت انمي مواردي؟ ازاي قدرت اعظم موارد النادي الى هذا الحد؟ كان الجديد فيها فكره الوحده الاقتصاديه اللي استحدثها مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وان ده يحصل يا جماعه مع شركه السادات الوطنيه في خضم او في اثناء معاناة العالم كله من جائحة كورونا. هذا الإنجاز الاقتصادي الكبير وهذا الإبداع في الأداء الاقتصادي المختلف أهل الأهلي النهاردة لخبر مهم جدا أسعد كل الأهلوية. النادي الأهلي فاز بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي كأفضل مؤسسة رياضية عربية. النهاردة فاز الأهلي بجائزة الإبداع الرياضي عن أو جائزة محمد بن راشد عن أفضل مؤسسة رياضية عربية بسبب هذا الأداء الاقتصادي المختلف
والتفوق الرياضي الملحوظ في زمن الكورونا. جائحة كورونا اللي ضربت اقتصاديات دول وشركات عالمية كبيرة جدا، النادي الأهلي تعامل مع هذه الجائحة وكل ظروفها وكل تداعياتها وكل متاعبها على أفضل وجه، بل إنه أضاف لأنماطه الاقتصادية ولمجموعته الاستثمارية فكرة الوحدة الاقتصادية اللي اشتملت زي ما حضراتكم عارفين استاد الأهلي والسلام وحمام التربية والتعليم وفرع الأهلي في الأقصر وقناة الأهلي وأسوار النادي، حزمة اقتصادية رائعة جدا ابتكرها مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أهلت النادي الأهلي أنه لما تناقش مثل هذه الأفكار المختلفة جدا والمبدعة في إطارها تؤهل الأهلي النهاردة للفوز بجائزة الإبداع الرياضي، جائزة محمد بن راشد. وأعتقد الحيثيات اللي صدرت عن هذه الجائزة الإماراتية الكبيرة اللي بدأت تمثل نقلة كبيرة في الفكر الرياضي، بقى عندنا في الفكر الرياضي العربي هذا التقدير الكبير للإبداع وللاختلاف وللتميز الفكري. فمبروك لكل الأهلوية فوز الأهلي بهذه الجائزة الكبيرة اللي بتتوج عمل مجلس الإدارة عن 4 سنوات كاملة تحمل فيها الكثير وأبدع فيها الكثير من الأفكار حتى قدم للجمعية العمومية هذا الإنجاز الكبير مشفوعا أو ممهورا أو مختوما بجائزة الإبداع الرياضي، جائزة محمد بن راشد. الأهلي ينتخب، أنتوا تابعتونا من البداية استضافة السادة المرشحين، كل واحد من السادة المرشحين اللي استجاب لدعوة الإدارة التنفيذية في النادي شرفنا في قناة الأهلي وظهر من خلال الأهلي ينتخب وخاطب الجمعية العمومية وقدم لأعضاء وجماهير النادي آراءه وأفكاره عبر حلقات البرنامج السابقة إلى أن وصلنا لفترة الصمت الانتخابي في القناة اللي هو مفيش دعاية. أفكار السادة المرشحين كل اللي استجاب ورحب رحبنا بيه واستضفناه وادينا له كل الفرصة الكاملة للتحدث للجمعية العمومية وللجماهير حتى وصلنا لفترة الصمت المحايد. استضفنا أول أمس المهندس عادل القيعي قدم رؤية تاريخية وقراءة في ملف الجمعية العمومية. امبارح كان معانا الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة المنتهية ولايته هذا الأسبوع وهو غير مرشح في الانتخابات الجديدة، قدم تجربة وقراءة فيما بين مجالس الإدارة اللي اشتغل معاها الأستاذ إبراهيم الكفراوي ابتداء من الراحل العظيم الكابتن صالح سليم ومرورا بالكابتن حسن حمدي والمهندس محمود طاهر ثم الكابتن محمود الخطيب. قدم إبراهيم الكفراوي رؤية وتفسير كتير لكثير من كواليس العمل داخل النادي الأهلي. النهاردة استمرارا لهذه النظرة في فترة الصمت الانتخابي الحديث عن انتخابات الأهلي في الصحافة، كيف ترى صاحبة الجلالة انتخابات نادي القرن؟ ايه اللي مختلف هذه المرة؟ ايه الظواهر التاريخية التي كانت تشهدها انتخابات الأهلي دوما؟ عشان كده هنكون سعداء بعد الفاصل باستضافة 2 من النقاد الرياضيين الكبار الأستاذ سامي عفتاح والأستاذ محمد القوصي بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. وما بين الفرحة بجائزة الإبداع والترقب للانعقاد الكبير للجمعية العمومية للنادي الأهلي يوم الجمعة إن شاء الله، كان من المهم أن يكون معنا 2 من كبار النقاد الرياضيين اللي ليهم رأي ورؤية في هذا الحدث الجماهيري والشعب المهم. الأستاذ سامي عفتاح نقدنا الرياضي الكبير ومدير تحرير جريدة المساء، أهلا بيك. أهلا بيك، وحشنا جدا وسعيد بوجودي معاك ومع الأستاذ محمد، يعني صحبة جميلة. وحشنا أنت أكثر. والنقد الرياضي مدير تحرير الاهرام المسائي الاستاذ محمد القوصي، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، واول مره نتواجد مع بعض في مواجهه مش كده؟ أيوة. المسائي والمسائي ده ما شاء الله، يعني ربنا يسترها. وطبعا بصحبه يعني استاذي استاذ سامع الفتاح، استاذنا كلنا الحقيقه اتعلمنا منه كتير وتعلمنا منه الصحافه المسائيه ونعم الاستاذ لا حقيقه يعني نموذج يحتذى به. يعني استاذ سامي النهارده كان في خبر مهم جدا، فوز الاهلي بجائزه الابداع الرياضي، وصديقك محمد القوصي عضو الفريق الاعلامي لهذه الجائزه الاماراتيه، فلا يفتى والقوصي في المدينه يفتتح مش كده؟ يفتتح طبعا. الف مبروك، وقول لي بقى الجائزه ايه قصتها وكواليسها ايه وتفاصيلها. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيره، جائزه كبيره، جائزه مرموقه، جائزه محترمه، جائزه دورتها ال 11 دي الدوره ال 11 للمرة الثانية النادي الأهلي يفوز بهذه الجائزة، لم يسبق لأحد أن فاز بها مرتين الحقيقة يعني. الأهلي فاز بها كفريق لكرة القدم في 2012 2013 يعني الأهلي على إنجاز 2012 فاز بها في 2013
وفاز بيها طبعا كمؤسسة اقتصادية كأفضل مؤسسة عربية كبيرة جدا. الجائزة دي يعني جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإحدى مبادراته العالمية بدأت في 2009 وظلت جائزة محلية 2009 2010 2011 وانطلقت إلى العالمية في 2012 لتقدر وتثمن وتدعم المبدعين. هي موجودة فقط للمبدعين الذين يقومون أو يأتون بإنجازات ونتائج غير مسبوقة وغير وكان فيها ابتكار وكان فيها إبداع وكان فيها شغل بره الصندوق. هي فكرة الجائزة كده، اللي بيعمل حاجة يعني جائزة إبداع بالظبط، العمل المختلف، العمل المختلف، العمل الجديد، العمل اللي فيه جهد وفيه فكر وفيه عصف ذهني، فيه كل الحاجات اللي بتشوف فيها شيء مختلف عن الاخرين. عشان كده النادي الاهلي خدها، لان النادي الاهلي دايما مختلف عن الاخرين. الجائزه دي ثلاث مستويات وثلاث فئات. تمام. ثلاث مستويات: مستوى المحلي الخاص بدوله الامارات العربيه الشقيقه المتحده، المستوى العربي من المنطقه العربيه كلها وكل الدول العربيه، والمستوى العالمي بيضم العالم كله، ولكن التنافس في المستوى العالمي غير مسموح لانه يخش مع المستوى العربي للفرق الكبير يعني طبعا، وبيكون على مستوى الهيئات والمؤسسات وليس الافراد. عندنا ثلاث فئات بيكون فيهم التنافس: فئه الابداع الفردي، الافراد اللي في الالعاب الفرديه اللي بيعملوا انجازات فرديه في الالعاب بشكل عام، وفئه الابداع الجماعي كالفرق والمنتخبات وهكذا، وفرق الابداع المؤسسي زي الهيئات الرياضيه زي الانديه والاتحادات واللجان الاولمبيه بهذا الشكل. الجائزه دي لما انطلقت في 2009 كان اول مصري يفوز بيها كابتن حسن شحاته. كابتن حسن 2009 2009 على بعد انجازه 2008 بعد انجازه في 2006 و2008 كان اول حد يفوز بيها يعني. كابتن حسن طبعا مصر تقريبا لها نصيب الاسد دايما في هذه الجائزه. يمكن احنا الدوره دي بتقام بشكل منتظم من 2009 لغايه 2018 وبعد كده بسبب جائحه كورونا توقفت في 19 وتوقفت في 20 وعادت مرة أخرى في 21 الحقيقة، وكان من حظ النادي الأهلي أن يفوز بيها. أنا قلت لك النادي الأهلي فاز بيها قبل كده كفريق كرة قدم على إنجازه في 2012 عندما فاز بدوري أبطال أفريقيا دون أن تكون هناك كرة قدم في مصر. بعد حادثة بورسعيد. وبعد حادثة يعني تشوف الأحزان والآلام اللي كان فيها النادي الأهلي وتوقف كرة القدم ورغم أنا ذلك. أنا أعتقد ساعتها كانت فلسفة التتويج بتاع الأهلي أنه بينطلق من خضم الأحزان. بالظبط إلى إنجاز. دايما كده الأهلي ما بيوقفش عند الأحزان. عندك أزمة كبيرة جدا نفسية، الفريق بينطلق من سرادق الأحزان الى منصات التتويج. فكان شيء مختلف تماما بالنسبه كعمل ابداع يعني الحقيقه، واستحق النادي الاهلي عن جداره واستحق. وجاءت هذه المره ليفوز بها النادي الاهلي كمؤسسه بقى فيها المؤسسه العربيه افضل مؤسسه عربيه بتدار اقتصاديا وماديا واداريا وما ينتج عن ذلك من انجازات وبطولات الاهلي حققها في السنوات الاخيره. فالحقيقه يعني حاجه عظيمه جدا. ليها جائزه ماليه طبعا، ليها جائزه ماليه. اولا بيبقى في تكريم عالمي في دبي هيبقى يوم 9 يعني. كل الـ 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 على فكره جائزه 2013 تسلمها الكابتن محمود الخطيب في احتفاليه في دبي، بيكون فيها مؤتمر يعني عالمي 9 يناير يعني رئيس الاهلي الجديد هيكرم بجانب رئيس وزراء باكستان، لانه رئيس وزراء باكستان رئيس شملته وزراء الجائزه كشخصيه رياضيه عالميه بتاعي. طبعا بتقام لها جائزه ماليه كبيره بتوزع على كل الفائزين تقريبا لا تقل عن 7 ملايين درهم بتوزع على الابداع الفردي والابداع الجماعي، وده غير الحاجه المعنويه والحاجه العالميه كبيره بالنسبه لهم. فاز بيها قبل كده النادي الاهلي راني علواني، فازت بيها كواحده من الشخصيات النسائيه المؤثره، فاز بيها احمد اكرم السباح الكبير الحقيقه يعني. الاهلي تقريبا واخد 5 جوائز. ايهاب عبد الرحمن في فضيه العالم اللي خدها، فدول الخمس جوائز اللي خدتهم النادي الاهلي. يمكن ما فيش مؤسسه خدت 5 جوائز، لكن جائزه النهارده اعتقد شملت كمان ايه مدني. ايه مدني وشملت فريال اشرف، فريال اشرف بطله الكاراتيه بالظبط، والاتحاد الدولي لكره اليد برئاسه الدكتور حسن مصطفى. تمام. ايه مدني يعني اختيرت كاول سيده عربيه افريقيه ترأس لجنه اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث. وكمان هي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. اما فريال فهي اول فتاه عربيه افريقيه تحقق وتحرز ذهبيه الكاراتيه في دوله الالعاب طوكيو. يعني ده كلام مهم جدا. استاذ سامي، جائزه الاهلي كانت عن الوحده الاقتصاديه بالظبط اللي بتتضمنها
ميزانية النادي الأهلي وأعمال المجلس المنتهي ولايته للجمعية يوم الجمعة. الوحدة الاقتصادية كعمل مبتكر. أنت حضرتك رأي شفت يعني إيه؟ أنا بقف أولاً بحيي الأستاذ محمد على العرض الجميل اللي قدمه لنا. ولكن طبعاً مسألة الوحدة الاقتصادية دي حاجة طفرة بالنسبة للرياضة المصرية خالص، شهادة خاصة جداً. صحيح. النادي الأهلي كعادته في القيادة والمبادرات إنه قائد قاطرة الرياضة المصرية، ده ما فيهاش شك ولا يعني مراجعة. يعني إنه يحقق هذا البند، مش مجرد بس إنه إثبات لجدارة المجلس القائم الموجود دلوقتي برئاسة الكابتن الخطيب، ولكن طبعا لكيان الأهلي نفسه إنه بيفكر دايما خطوات لقدام. يعني مش الرياضه كانت معروفه لحد عقود قريبه في مصر ان هي كوره وباسكت ومسابقات كرويه ومسابقات في مختلف الالعاب، ودخل بتجيبه من التذاكر ومن الاعلانات، ودخل تقليدي جدا. ده دخل تقليدي جدا من العضويات والتذاكر. لكن ان اعمل كيانات اقتصاديه خلاص، يبقى انا بخش خطوه نحو العالميه. بالظبط. دي القيمه اللي خدها النادي الاهلي في بالجائزه دي، وشهاده يعني عظيمه جدا. وانا سعيد جدا ان النادي الاهلي يعني يتحصل على هذه الجائزه، وانا بعتبرها شهاده مش جائزه. ايوه. يعني اكثر منها يعني من جائزه ماليه او شهاده تقدير عن عمل مجلس لاداره النادي الاهلي. ان هم عندهم فكر، عندهم خطوات على الارض يعني بتتاخد بشكل ايجابي، تطوير حقيقي من سنه بعد سنه. فيعني النهارده يعني ده بيخلي كل الكيانات الرياضيه في مصر تفكر نفس التفكير، ان يعني ما تبقاش حمل على الدوله كما كان في السابق، واحنا يعني معاشرين هذا الوضع، ولكن ان هي يكون عندها فكر اقتصادي حقيقي. لان التطوير الرياضي حاليا ما ينفعش الا بتطوير اقتصادي، وده اللي عمله الاهلي. وانا بحيي مجلس ادارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، واتمنى ان الفتره الجايه مع التحركات الاقتصاديه اللي احنا عارفينها، الشركات اللي اتعملت، يكون الطفره على ارض الواقع فعلا، ونشوف انجازات حقيقيه الأهلي كمؤسسة اقتصادية بجانب انه كيان رياضي ومجتمعي يعني. استاذ محمد، وانت بتعرض فكرة الجائزة، هي بتستهدف الأفكار الجديدة، الأفكار المبدعة، الأفكار اللي بره الصندوق. كانت واحدة منهم فكرة الوحدة الاقتصادية بتاعت النادي الأهلي بالتشارك مع شركة السادات. الجديد اللي جاي، احنا شفنا شركات مساهمه زي ما الاستاذ سامي اشار، وشفنا كمان فكره حتى البرنامج الجديد اللي كابتن محمود الخطيب بيطرحه للجمعيه العموميه، تعظيم موارد النادي الى حدود عاليه. انت شايف او مستشرف ده ايه في الدوره الجديده؟ لا يعني الاهلي مؤسسه لها نظامها ولها حساباتها ولها برامجها. يعني الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره الاهلي الحالي نجح في ان يضع الاهلي في مصاف الانديه الكبرى حتى على المستوى الاقتصادي. يعني انت في ظل الازمه الاقتصاديه الكبيره اللي واجهت الانديه بسبب جائحه كورونا، الكل عانى، الكثير من الانديه خفضت رواتب لاعبين، عاملين، انديه فصلت عاملين وموظفين فيها. دول اهتزت. دول اهتزت من هذا. صحيح. لكن النادي الاهلي بفكره وبرؤيته وبهذا الملف الاقتصادي المعتمد على التمويل الذاتي والافكار اللي عملها النادي الاهلي، قدر يعني يعبر الى بر الامان من هذه الازمه. فلم يقطع مرتبا ولم يخفض مرتبا، ويمكن العاملين تحديدا والموظفين في النادي الاهلي كان هناك تعليمات خاصه من كابتن محمود الخطيب لا يمس احد حتى ولو بجنيه واحد في راتبه. فدي كانت سياسه النادي الاهلي ودخلت النادي الاهلي، وده ما جاش من فراغ. ما هو انت لو انت عاجز وما عندكش قدرات ماليه ما كنتش هتقدر تعمل ده، لكن لانك انت عندك ده بتقدر تعمله. حتى لو هتضغط على نفسك بعض الشيء، اعتقد ان النادي الاهلي في المرحله القادمه يعني بعد ما ميزانيته تجاوزت
فقط ال 2 مليار اعتقد الاهلي هيدخل في مرحله جديده وافاق جديده، هيخش في ميزانيات كبرى وميزانيات مختلفه لم نرها من قبل على الاطلاق يعني. فنتمنى الاهلي التوفيق ان شاء الله في المرحله المقبله يعني. طيب بجانب هذا الخبر المهم النهارده، كان في خبر له صله مباشره بقى بالانتخابات قلته قبل الفصل وهقوله لحضرتك عشان نتناقش فيه. اتفضل. دائرة فحص الطعوم بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حسين وبإجماع الآراء قررت وقف تنفيذ الحكم الصادر بإدراج المرشح وليد توفيق علي الفيل في الدعوة رقم 693 لسنة 76 قضائية الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 17/11/2021. محكمة القضاء الإداري كانت قضت بإدراج اسم المرشح وليد الفيل ضمن كشوف المرشحين لانتخابات النادي على منصب نائب الرئيس اللي هتعقد الجمعة. تقدمت أمس هيئة قضايا الدولة عن وزير الشباب والرياضة، ودي النقطة اللي كانت محل خلاف مين اللي هيطعن. الأهلي كنادي ما كانش عايز يطعن وما كانش مرحب بفكرة الطعن خالص، واتجه لإدراج اسم وليد الفيل ضمن المرشحين، إلى أن فوجئنا أنه هيئة قضايا الدولة عن وزير الشباب والرياضة قامت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، طلبت فيه بصورة مستعجلة وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وما ترتب عليه من أثار، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه. حمل الطعن رقم 11912 لسنة 68 الدائرة الأولى فحص اللي قضت اليوم بجلسة النهاردة وقف تنفيذ الحكم وما ترتب عليه من أثار وإحالة الشق الموضوعي للدائرة الأولى علوي، وبذلك وبالحكم ده يكون العمري فاروق فقط على منصب نائب الرئيس. هذا الاتجاه وانت راصد كبير لانتخابات الأهلي، المنحة لسكة المحاكم مبدئيا انت شفتها ازاي؟ طبعا مع احترامي وتقدير الأستاذ وليد الفيل، هو طبعا يعني هو شايف انه بيدافع عن حقه امام القضاء، والقضاء اداله في مرحلة هذا الحق، ولكن الإدارية العليا لغت الحكم. وبالتالي احنا في مجرد جولة منفذين قضائية انتهت، ومهم جدا ان هي انتهت في هذا التوقيت حتى لا يكون في يعني الانتخابات معابة في اي شكل من الاشكال. اذا جرت وحصل طعن لاحق فتبطل الانتخابات كلها. فطبعا دي خطوة لا تقلل من الاستاذ وليد الفيل ولا تقلل من باقي المرشحين وقيمه الانتخابات نفسها. انتخابات الاهلي دايما ليها قيمه كبيره جدا، واحنا ما شفناش سابقا مثل هذه الخطوه، لكن هذا حق حق قانوني حتى حق وان كان استخدامه يعني ايا كانت الاسباب بقى اللي هو يعني ليه لجنه القضاء وليه اللجنه رفضت ورقه في الاول، دي كلها تفاصيل قضائيه يعني لا يجوز التعقيب عليها كثيرا. ولكن طبعا انتخابات الاهلي كده اصابت حقها في انها تسير في مسارها الصحيح وتصل للنهايه. وانا عايز اقول حته مهمه يا استاذ ابراهيم، اتفضل. ان طبعا بالنسبه للاستاذ العمري فاروق اصبح هو المرشح الوحيد، ولكن ده لا يعطيه الحق ان هو يفوز بالتزكيه. لازم هي تزكيه مشروطه، لازم ياخد 25% من اجمالي الحضور. لا طبعا يعني دي نقطه اسمه هيبقى موجود في كشوف التصويت، لازم يصوت عليه، لازم يعني الساده الاعضاء يخشوا يعلموا عليه او يرفضوا او يقول رايه فيه، يقول رايه فيه. لما ما يعتبروش فائز من يعني من قبل الماتش. يعني احنا قلنا بالتزكيه بيتقال بالتزكيه، لا هو التزكيه عشان ما فيش حد ضده، بس لكن تزكيه مشروطه، تزكيه مشروطه، ودي نقطه مهمه جدا. يعني بننبه كل اعضاء النادي الاهلي ان هم ينتبهوا اليها حتى لا يكون هناك ثغره في مقبل النتيجه الانتخابيه. ان شاء الله يعني هيكون يوم رائع كعادته في النادي الاهلي. وعايز اقول لاستاذ ابراهيم ان انا يعني متعامل مع انتخابات الاهلي دي من سنين طويله جدا. هجيلك لكواليس كتيره جدا عن انتخابات الاهلي يعني وكل ما فيها من اسرار وحواديت. ان اليوم ده يكون مثل غيره في الجولات السابقه باذن الله. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل المزيد من كواليس الصحافه والانتخابات.
اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم في الاهلي ينتخب، ومعانا اتنين من النقاد الرياضيين الكبار، الاستاذ سامع فتاح والاستاذ محمد الرؤوسي، وبنتكلم في نظره الصحافه لانتخابات الاهلي، وازاي الصحافه المصريه والاعلام المصري كله بيتعامل مع هذا الحدث الجماهيري والشعب الكبير. استاذ سامي، وانت راصد لجمعيات عموميه كتيره في النادي الاهلي، ايه الظاهره العامه اللي انت شايف بتميز انتخابات الاهلي؟ قول تقريبا من 35 سنه او اكثر شويه. مش عايز انا اكبرك. لا ما يعني ده الوصي. الوصي رصدها من 70 سنه. يعني حاجه الوحيده يعني مهمه جدا ان انتخابات الاهلي بتنتهي ثاني يوم الانتخابات. ده حقيقي. الاحترام موجود، التقدير المتبادل موجود، يعني حتى الحياديه يعني موجوده من اثناء المعركه الانتخابيه. شوف يعني انت بتقول تنتهي ثاني يوم. امبارح كان معايا الاستاذ ابراهيم الكفراوي. فحكى واقعه عشان تشوف عظماء النادي الاهلي دول بيتعاملوا مع الانتخابات ازاي. كمال بيه حافظ دخل انتخابات 88. خسر قدام الكابتن الوحش. ثاني يوم قعد في المرسى، فواحد من انصاره جاي بيقول له، هي كانت الانتخابات دي بالذات 88 تنظيميا كانت صعبه قوي. فالعدد اللي حضر ما كملوش 2000 بسبب برضو الزحمه وسوء التنظيم، لانها اتعملت في حمام السباحه فوق. فواحد جاي فاهم ان هو بيجامل كمال بيه حافظ، بيقول له يا كمال بيه على فكره الانتخابات دي شبه تزوير. قال له اخرس، اوعى تقول كلمه زي دي في النادي الاهلي. طبعا خد بالك هو اللي سقط. ما هو ده اللي بيميز كمال بيه يعني كان قيمه كبيره. فبص غيرته على الاهلي وصوره الاهلي، بيقول له اخرس، اوعى تقول الكلمه دي في النادي الاهلي. هو ده استاذ ابراهيم اللي بيميز النادي الاهلي دايما عن اي حد تاني. انا في صوره لفتت نظري امتدادا لده كله، يعني وعلى ان الاهلي كلهم بيعتبروا اسره واحده. سواء يعني من وفق او من لم يوفق، لان في النهايه كله داخل يخدم. يعني كان في يعني دعوه من الاستاذ محمد الجرحي للقائمه بتاعت الكابتن الخطيب، فببص في الصوره الاقي مين اللي قاعد جنبه؟ راني علواني والكفراوي قاعدين في الصوره. المفروض حسب الطبيعي يكونوا زعلانين. يكونوا زعلانين ومقموصين وبيقطعوا في البتاع، وازاي استبعدنا وكده. الاقي دول هم المتقدمين المشهد. ابص الاقي امبارح معاك ابراهيم الكفراوي قاعد بيتكلم برقي وشياك على النادي الاهلي، وكانه جزء من اللي داخلين الانتخابات. فدي حاجه بتميز انتخابات الاهلي الحقيقه. بالظبط. يعني هي دي انا بقول لك بتنتهي ثاني يوم. وكلمة معركة انتخابية أنا يعني خلال متابعتي الطويلة لانتخابات الأهلي ما شفتش هذه المعركة. أنا بشوف منافسة، ماتش موجود في طبعا كان زمان كله موجود في مقر الجزيرة فقط لا غير. والندوات كانت بتتعمل في المبنى الاجتماعي يا دوب يعني في قاعة كمال بيه حافظ اللي تحت النهارده فلان، بكره فلان، يعني ومسألة تنتهي، وكل واحد بيعرض أفكاره وفكره، وكانت الأفكار بسيطة يعني الحقيقة، يعني غير دلوقتي أفكار معقدة جدا وطموحات كبيرة. فطبعا يعني لما بقول بتنتهي ثاني يوم تقديرا من الجميع لبعضهم البعض، يعني دي يعني عايز اخش النادي مجلس اداره النادي الاهلي عشان اخدم، مش عشان اي حاجه ثانيه. ويعني حتى يعني ارصد في يعني معركتين شداد جدا، معركه حسن الدكتور حسن مصطفى مع كابتن صالح سليم، ومعركه 92 يعني او مش هقول معركه، المنافسه يعني. وانا اطلقت على حسن مصطفى في الوقت ده اسم كلينتون. انتشر اسم كلينتون لانه كانت الاداره الامريكيه لسه منتخبه. كلينتون، فاعتبر ان الدكتور حسن مصطفى كلينتون اللي هيغير بالظبط كده. لا هو يعني عشان كان صغير السن بالنسبه وكان كلينتون برضه جديد وجه جديد، وكانت معركه. تاني يوم على طول كابتن صالح سليم فاز بالسباق الانتخابي. يعني انا شفت حسن مصطفى بيهزر مع الكابتن حسن حمدي والخطيب، ويعني عادي جدا كانه مثلا كانوا في رحله للقناطر الخيريه. فيعني الروح عاليه جدا، وحب الاهلي موجود عند الجميع بنفس القدر يا استاذ ابراهيم. فدي نقطه مهمه جدا. يعني انا ما فيش
يعني ضغينه ان ده نجح وانا ما نجحتش، وانا بستحلف له بقى للدوره الجايه وهقعد احفر له في سكته. لا بالعكس، انا اكون داعم له عشان يواصل مسيرته خدمه النادي الاهلي واعضائه وجماهيره. المعركه الثانيه يعني اللي شفناها في الدوره الانتخابيه اللي فاتت، المنافسه الثانيه هي دي عنوان المساء. المعركه والسخونيه يعني انفاس صحفيه فاعذروا. فالمنافسه الثانيه كانت بين كابتن محمود الخطيب وكابتن محمود طاهر 2017. دي من اشرس المعارك يعني المنافسات الانتخابيه. لا برضو كان في تقديرا للاثنين، المرتين بتوع كابتن صالح والفريق مرتجي. والمرتجي برضو يعني 86 و84 بالظبط كده. بس برضو انت خرجت منها بايه؟ احترام متبادل طبعا، وثقه في من نجح وثقه في من لم ينجح. يعني ده يعني العطاء موجود، العطاء صحيح. موجود داخل المجلس وخارج المجلس صحيح. وفي المنافسه الاخيره اللي هي كانت بين محمود طاهر وكابتن محمود الخطيب، يعني على قد ما كانت ناريه تقريبا وقويه جدا، ليه؟ احنا كنا الاعضاء ابتدوا يحسوا، طبعا النادي اتسع، مقر في مدينه نصر ومقر في الشيخ زايد بجانب مقر رئيس الجزيره، وطموحات كثرت، وهنا اراء وهنا اراء وهنا اراء، فابتدت الناس تحس ان محتاجه تاخد من كل واحد اقصى ما عنده. اصل تقريبا دي انتخابات 17، اول انتخابات بعد انتخابات الكابتن صالح والفريق مرتجي بتاعه 76. أيوة. لان 76 الكابتن صالح لم يوفق، فاز الفريق مرتجي فاستمر الفريق مرتجي رئيس. بالظبط. 80 كابتن صالح نجح على حساب الفريق مرتجي اللي هو رئيس النادي. بالظبط. فضلت الفكره انه رئيس النادي اللي موجود هو اللي بيكسب. الى ان الانتخابات اللي انت حضرتك بتشير اليها، المهندس محمود طاهر رئيس النادي، كابتن محمود الخطيب هو اللي يجي بالظبط، ورئيس النادي اللي موجود ولايته هو اللي لا يوفق. ما ده عشان مسؤوليه اعضاء الاهلي نفسهم، انفسهم يعني في راس ما مستقبل النادي ووضعه. أيوة. يعني وعي الجمعيه بقى، وعي الجمعيه العموميه في تطوير ظروف النادي واقتصادياته وبطولاته طبعا. دي مهمه جدا. فبالتالي يعني في تقييم حقيقي بالظبط لهذا وذاك. يعني هل انا يعني الفتره دي كانت الانجازات الكرويه شويه متراجعه، والنادي الاهلي يعني التاج بتاعه كوره. يعني هو طبعا اخذ جائزه اقتصاديه مؤخرا وبيتطور اقتصاديا، لكن تبقى الكوره لها قيمه كبيره جدا. يعني الناس شافت ان كابتن محمود الخطيب عنده مفاتيح هذه المساله يعني. فطبعا وليس هناك اي تقليل من المهندس محمود طاهر اطلاقا، على الاطلاق طبعا. و هي رؤيه جمعيه وتقييم بالظبط كده. الجمعيه العموميه استطاعت ان هي تختار ما تراه صوابا، وامور مشت، ومهندس محمود طاهر لم يبدي اي اسف على انه لم يوفق، وشهاده له يعني صحيح. وبالتالي ورده كابتن محمود الخطيب يعني لم يذكر الاداره السابقه باي سوء، ولم يعني، وده اللي بنشوفه في كائنات تانية طبعا. واحنا الاهلي مش انا بقول لك كمال بيه بيقول للراجل اخرس، اوعى تقول كده. ده هو كمال بيه الله يرحمه يعني كان يعني قيمه عظيمه جدا في النادي الاهلي، وخدم النادي الاهلي طويلا وكثيرا، ولم يعني يهتز له اي احساس ان هو خسر في يوم من الايام، لانه على قد ما هو خدم طبعا طبعا. وجال وقت ان هو يعني الظروف تقول له ارتاح يا كمال بيه ودخل غيرك، وانا بحيي النادي الاهلي وجماهيره واعضائه ان هم يعني يقدموا لنا يوم الجمعه الجايه احتفاليه انتخابيه مميزه جدا ان شاء الله. عايز افكرك بالانتخابات ديت، يعني احنا بنتكلم الحقيقه فريق الاعدادي يمكن
للتذكير بالارقام عشان نشوف الدنيا وصلت لفين. يعني احنا بنتكلم ان الانتخابات بتاعه 2017 الحضور تقريبا قارب 37,000 بالظبط. اللي ليهم حق التصويت يوم الجمعه 180,000 عضو هيحضر قد ايه. نتمنى ان الجمعيه تواصل تسجيل ارقامها القياسيه لكن للتذكير عشان نشوف الدنيا اتحركت قد ايه. انتخابات 84 يا استاذ سامي دي الانتخابات القويه جدا. 7 ديسمبر كابتن صالح نجح على مقعد الرئاسة حصل على 2453 صوت 84 في مقابل 1162 للفريق مرتجي. طبعا يعني 1162 2453. الأعضاء اللي نجحوا كمال بيه حافظ خد 1940، الأستاذ أحمد زكي عبد الهادي 1645، كابتن عادل هيكل 1532، الدكتور سيد سالم 1496، والاستاذ حمدي الكنيسي 1467 رحمه الله على الجميع لان كلهم توفاهم الله. الكابتن محرم الراغب ربنا يديله الصحه وطوله العمر اخذ 1240 صوت، واختير كمال بيه حافظ وكيل، واحمد زكي عبد الهادي امين صندوق من التصويت الداخلي. طبعا فانت بتتكلم في 1400 و1600. كابتن الخطيب في الانتخابات الاخيره تقريبا 17,000 صوت. ما طبعا الكيان بيكبر. الكيان بيكبر اصبح له اولاد وابناء عم واخوات طبعا يعني الكيان بيكبر بشكل عظيم جدا. وده ما حصلش في كل الانديه الاخرى مع احترام جميع الانديه، يعني ما حصلش ان النمو ده الجمعيات العموميه تتضخم كده بهذا الحجم في النادي الاهلي مع المقرات. انت بتتكلم في كام نادي في بعض يعني يعني وثقل المهام على مجلس الاداره في تطوير هذا المقر وهذا المقر وذاك المقر والفرق الرياضيه كلها لازم تاخد بطولات بالظبط كده. يعني ما فيش رحمه. عمل مستمر على مدار الدوره الانتخابيه، وضيف عليه يعني استحداث النزعه الاقتصاديه المهمه جدا. يعني انا عايز اقول ان زي ما قال الاستاذ محمد يعني ميزانيه الاهلي بتتجاوز 2 مليار دولار 2 مليار جنيه عفوا، ويعني وهذا يعني مش موجود في اي كيان تاني. ونتمنى ان احنا نشوف زي ما قلت يعني احتفاليه انتخابيه مميزه يوم الجمعه القادم ان شاء الله. استاذ محمد، الوعي الكبير للجمعيه العموميه حضرتك بتفسره بايه؟ هو انا يعني استكمالا طبعا للكلام اللي قاله الاستاذ سامي او اللي حضرتك اتكلمت فيه، الفرق من 1400 لغايه 20 و25,000 او 37,000 حضور. اعتقد ان الكابتن الخطيب اخر مره خد 20,000 وكسر، والمهندس محمود خد 13,000 وكسر. طبعا ده الاختلاف العصري تماما، وللاعلام والثوره الاعلاميه الكبيره جدا والضخمه جدا. لك ان تتخيل ان احنا يعني زمان ممكن ناس كتير جدا ما كانتش تسمع عن انتخابات النادي الاهلي. انا يمكن اقول لك انا بنتي عندها 9 سنين بتكلمنا عن انتخابات الاهلي، بتروح النادي وتكلم على المرشحين وحاجات كده، فتشوف في اهتمام وتركيز شديد جدا بشكل غير عادي، سواء على الفضائيات او المواقع الالكترونيه او مواقع التواصل الاجتماعي، كل السوشيال بكل جبروته وتوحشه كله بيتكلم على الانتخابات، فده اللي بيزود اهتمام الناس واللي بيدفعهم انه يروحوا النادي الاهلي. ما يميز الجمعيه العموميه النادي الاهلي استكمال لما قاله الاستاذنا الاستاذ سامي اللي بتنتهي ثاني يوم، انا في حاجتين. اولا ان اعضاء النادي الاهلي لما النادي الاهلي بيحتاجهم ياتون من كل فج عميق، وياتون لنصره النادي الاهلي والوقوف جنب النادي الاهلي واختيار من يرونه هو الاصلح لهذه المرحله. ايمن شاوي رجع من امريكا يعني الانتخابات اللي فاتت، جاي من امريكا مخصوص، وفي ناس جت من دبي وناس جت من السعوديه ومن قطر، كل اعضاء النادي اللي مسافرين حرصوا ان هم يجوا ياتون من كل بلدان الارض علشان يدعموا النادي الاهلي، حتى لو عارف انه صوته، لكن مجرد انه يجي انا جاي واشارك على احساس بالمسؤوليه. هو ده المسؤوليه اللي انا حاملها. الحاجه الثانيه أن المال ليس هو الفيصل في انتخابات النادي الأهلي، وليس له تأثيرا كبيرا على أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي مهما كان حجم هذا المال. هم يختارون من هو أصلح لهذا المكان ومن هو أصلح للنادي من ساعة ما بدأ النادي الأهلي، لكابتن صالح سليم، للكابتن حسن حمدي، للمهندس محمود طاهر، وصولا للكابتن محمود الخطيب. دايما يختارون اللي بيروه الأفضل للمرحلة اللي موجودة دون تأثر بمال. لذلك حتى اللي بيدخلوا انتخابات الأهلي
حتى لو كان البعض قليل لجأ لهذا، لكنها تجربة ثبت فشلها ولم يجربها آخرون في الظاهر حتى، يعني لأن عارفين إن دي بتأتي بمردود سلبي يعني. بالنسبة لعملية التوعية أعتقد إن بقت كبيرة جدا، بقت منتشرة جدا، يعني إحنا بنشوف الفضائيات دلوقتي كل الفضائيات بتتكلم عن انتخابات النادي الأهلي وبتستضيف المرشحين في انتخابات النادي الأهلي، ده بيعمل وعي كبير جدا ورأي عام. الانتخابات كمان انتخابات لم تعد تهم النادي الأهلي فقط، بل باتت انتخابات رأي عام، وبات الآخرون حتى غير المهتمين بالشأن الأهلاوي مهتمين بانتخابات النادي الأهلي ويرونها كيف تسير ومن صاحب الفرص الأكبر، وناس كتير جدا تتكلم في من المرشح وهل الانتخابات قوية والقوائم والمنافسين والمتنافسين. كل ده الإعلام، الثورة الإعلامية الكبيرة جدا اللي بقت موجودة دلوقتي هي اللي فرضت الاهتمام النادي الأهلي. فوق هذا شعبية النادي الأهلي وقيمته هي اللي بتفرض الاهتمام بأي حاجة موجودة جوه النادي الأهلي وتخليها كبيرة جدا 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 كأنها انتخابات موجودة في كل أنحاء مصر. أستاذ سامي، الأستاذ محمد بيشير إلى جزئية محاولات التأثير على وعي الجمعية وعلى ناخب أو على التصويت العضو بضغوط مالية وبإغراءات مالية. أنت أكيد رصدت في مشوارك الطويل. ما شفتش ده خالص. يعني المال ده ملوش وجود في النادي الأهلي. يعني كل من تقدم لانتخابات النادي الأهلي على مدار 40 سنة فاتوا. ليس رأس مالي. بالظبط. إما رياضي. إما شخصية عامة. يعني من أو من ينتمي انتماء أزلي مع النادي الأهلي. فيعني ما هوش مال، يعني الماليين في انتخابات الأهلي ليس لهم وجود ولا المال أصلا له وجود. له تأثير. وأنا عايز أقول إن ده يعني ظاهرة المال موجودة في الأندية المصرية، ده حقيقة. طبعا. خصوصا الأندية الشعبية اللي بتواجه صعوبات في مسيرتها يعني. فبتدور على من يقدم لها المال يعني. وده واقع يعني، انما مش هيستمر كتير. انما في النادي الاهلي لم تعتس هذه الظاهره اطلاقا. هناك وعي في من اعضاء الجمعيه العموميه دائم وموجود في اختيار الاصلح المرحله لكل مرحله، عن اقتناع تام وتعاون. والاهم ده من ده ان في تعاون من الجميع اللي بره واللي جوه. صحيح. وزي ما انت قلت يعني اللي مسافرين جم عشان يشاركوا دي مشاركه معنويه. انما في تحرك من الداخل. طبعا. يعني من الجميع. ويعني نضرب المثل بالشركات اللي تشكلت مؤخرا. اللي شكلها مجلس اداره الاهلي. شركه الاهلي لكره القدم، وشركه الاهلي للخدمات الرياضيه، وشركه الاهلي للانشاءات الرياضيه. كلهم متطوعين. طبعا. كلهم متطوعين وقمم كبيره، كل واحد في مجاله قامه كبيره جدا. بالظبط. يقدر يخدم او عايز يخدم النادي الاهلي. يعني ممكن يكون على حساب وقته طبعا، على حساب شغله، لكن هو حب الاهلي موجود عنده. فطبعا دول لازم برضو يعني نحطهم فوق الراس. يعني انت بتتكلم على رجل اعمال كبير عملاق بحجم الاستاذ ياسين منصور مثلا، بتتكلم على وزير السياحه السابق الاستاذ يحيى راشد. بالظبط. لشركه الاهلي للخدمات الرياضيه، بتتكلم على الاستاذ ايمن اسماعيل واحد من كبار المطورين العقاريين في مصر لشركه الانشاءات الرياضيه. هياخد من كبير. هياخد من النادي الاهلي، هيحط في غير انه هيدي هيدي من جهده وخبرته وعلمه ويعني ثقافته التسويقيه والاقتصاديه، خبراته وفكره، وده بيدعم ما يبتغيه مجلس إدارة النادي الأهلي سواء المنتهية ولايته أو القادم، لأن هي الخطوة بدأت ولا بد أن تتبعها خطوات أخرى يعني. فالمسيرة جاية يعني، أنا شايف مستقبل النادي الأهلي مختلف كليا عن مسيرة الأندية الأخرى، وده طبعا مش تقليل من الأندية، هيرصدوا التجربة ويتعلموا منها كعادة دايما الأندية مع النادي. يعني النادي الأهلي قلنا من البدايه ان هو قاطره الرياضه المصريه وفي المقدمه دائما. فانا بشوف ان المال ده ملوش اي تواجد في انتخابات النادي الاهلي. ويعني مين كان براس مالي يعني في تاريخ النادي الاهلي؟ ما فيش يعني، كلهم قيم مجتمعيه اقتصاديه عسكريه، شخصيات مرموقه دائما، شخصيات مرموقه وبس. بس ايه،
كلهم بيجتمعوا على حب وعشق النادي الاهلي. طيب خلوني بقى وانا فرصه واحنا مع بعض برضو من على ارضيه صحفيه. اتفضل. كان في مدرستين في التناول الصحفي والاعلامي مع الانتخابات. في مدرسه ازعم انه كان رائدها الكابتن عبد المجيد نعمان عليه رحمه الله. وهي العداله المطلقه بين كل المرشحين. لدرجه انه كابتن نعمان معلوم من هو ومعلوم انحيازاته وعلاقته بالنادي الاهلي، كان واحد من اعضاء مجلس الاداره في الاربعينات. والصديق الصدوق المقرب الاكثر لكابتن صالح سليم الله يرحمه. ومع هذا كانت الانتخابات في اخبار اليوم او في مجله الاهلي عند الكابتن نعمان بالمسطره وبالاسم. يعني لو هتتكلم على صالح سليم في 200 كلمه يبقى تتكلم على الفريق مرتجي في 200 كلمه. الصوره حجم الصوره، الى ان يعني فضلت هذه المدرسه بالعداله المطلقه، الى ان ظهرت مدرسه اخرى رائدها الاستاذ ابراهيم حجازي، انه الصحفي من حقه يقول رايه، وانه اذا كان الصحفي مش هيقول رايه في تقييم المرشحين مين اللي هيقول رايه؟ دي ليها وجهه نظر ودي ليها وجهه نظر. وظهرت هذه المدرسة بقى في الأهرام الرياضي تحديدا اللي هو الانحياز الواضح في الانتخابات الشعبية بالذات، الرأي واضح، تزكية مرشح على حساب مرشح موجودة من منطلق قناعات، وكان بيأيدها وجهة نظر انه الصحفي او الناقد الرياضي الكبير من حقه يقول رأيه ومن حقه يوجه الناخب. المدرستين دول اكيد انت تابعتهم كويس. طبعا يعني وعشتهم ومارستهم كمان. تمام. اعرف راي الاثنين يعني. يعني انا مثلا في وقت من الاوقات لما يبقى عندي تغطيه لندوه معينه في النادي الاهلي بتناول هذه التغطيه بشكل حيادي تام. تمام. النهارده جنيدي، بكره صالح سليم، فده ياخد ده بياخد المساحه ده. لما بكتب مقالي الشخصي بتعبر فيه عن رايي، لكن تغطيه المساء محايده. وانا يعني بالظبط يعني ليا مثال في الحته دي مع يعني جنيدي في انتخابات، مش فاكر استاذ محمد جنيدي مرشح مجلس الاداره ضد الكابتن صالح في انتخابات 96. انتقدته بشده يعني لانه يعني يكاد يكون نفس النقطه اللي بتكلم فيها ان هو اللي لوح بالمال. يعني لوح بالمال الى حد ما يعني، ولم يكن مقبولا منه يعني. فانا انتقدت دي رغم ان انا كنت بغطي ندوته بشكل تقليدي. ايوه عادي جدا وحيادي. قال كذا، اكد على كذا، وكابتن صالح قال كذا. انما يعني في رايي الشخصي وعمودي اللي انا مسؤول عنه بتعبر فيه برايي. بعبر فيعني التعامل بين الواقعين موجود ومطلوب. يعني ما ينفعش برضه الصحفي يبقى ايه مجرد آله كاتبه يعني يعني او مسجل بينقل كلمات من هنا وكلمات من هنا وواقع من هنا وواقع من هنا، ولا يكون له راي يساعد العضو او عضو النادي او القارئ او المشاهد على انه ياخد موقف او يفهم. اي ودي نقطه مهمه جدا، لان النقد الرياضي هو للايضاح والفهم وكشف ما يعني يكون غامضا عن الاخرين. انا قلت لحضرتك 96، لا هي للحقيقه وللامانه التاريخيه 96 كان المرشح المباشر ضد الكابتن صالح الكيميائي الاستاذ مختار حسين. في 96 حصل الكابتن صالح على 5820 صوت بالمقابل 1776 صوت للاستاذ مختار حسين، لكن ظهر الاستاذ محمد جنيدي في انتخابات 2000. بالظبط 2000، ودي كانت اعلى صوت لراس المال والدعايه الانتخابيه الكبيره جدا. حصل الاستاذ حصل كابتن صالح سليم احتفظ بمقعد رئاسه النادي في انتخابات 27 نوفمبر 2000، اخذ الكابتن صالح 7500 صوت. كانت انتخابات عنيفه جدا، لكن حصل الاستاذ محمد جنيدي على 2880 اللي تخوفوا على الكابتن صالح سليم، فوجئهم انه بياخد 7500 صوت في مقابل 2880 للاستاذ محمد جنيدي. يعني المال كان مرفوض. يعني الفرق ثلاث اربع اضعاف. ثلاث اضعاف يعني. المال مرفوض تماما، واعضاء النادي الاهلي ما بيتعاملوش مع بالمنطق ده نهائيا، لان عارفين ان الكيان عنده سندات وعنده يعني قيمته الاقتصاديه اللي يقدر يصير فيها اموره،
ومش محتاج ان حد معين يدينه ويقول انا عملته ما عملتش، لا، اللي عمل مجلس الاداره بالكامل مع بمساندة الاعضاء ومساندة الجماهير، وده النقطه المهمه اللي يعني ما تكررش تاني. يعني طب اذا كانت دي مدرسه الحياد التام، فماذا عن مدرسه الانحياز الواضح؟ الاهرام الرياضي محمد القوصي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وانا الحقيقه مستمتع برؤيه الاثنين من الاساتذه النقاد الكبار الاستاذ سامع فتاح والاستاذ محمد القوصي في هذا الغوص التاريخي في انتخابات الاهلي بكل ما فيها من حواديت وكواليس، والاستاذ سامي واحد من شهود العصر الكبار في هذه الانتخابات وصديقنا العزيز الاستاذ محمد القوصي. استاذ سامي اتكلم على المدرسه الرصينه المحافظه اللي كانت بتساوي بالكلمه، وهناك مدرسه اخرى ظهرت في الأهرام الرياضي تتبنى وجهة النظر أنه الصحفي من حقه يعبر عن وجهات نظره بشأن الانتخابات والمرشحين. أنت تابعت ده إزاي وأنت في المطبخ نفسه؟ لا أنا يعني شخصيا يعني أؤمن وأنحاز للمهنة بشكل كبير جدا، والمهنة تفرض عليك التغطية بعدالة لأي حدث. طيب. أي حدث صحفي. طيب. بشكل عام، وأنا أعتبر أن الانتخابات حدث صحفي أو محتاج تغطيه صحفيا وإعلاميا، فعندما تتصدى لهذا الحدث فعليك ان تكون عادلا بين الكل، وان تقدم تغطيه متوازنه الى حد كبير علشان توصل الرساله للقارئ او للي هينتخب او المسؤول عشان يكون هو وجهه نظر. تمام. ده جزء وده مهم جدا وده لازم يتعمل، ودي العداله وده الضمير المهني وده ميثاق الشرف الصحفي وده كل القيم والاخلاق النبيله تستقر على هذا. والصحافه التقليديه والصحافه العتيقه واللي اتعلمناها في كليتنا وفي مدارسنا ومن اساتذتنا في الصحافه اكدونا على هذا المنهج، دايما بتغطي، انت بتكون مغمض العينين عشان تنفذ العداله الكامله. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه انك انت كصحفي لابد ان يكون لك وجهه نظر، وهذه في عمود الراي الخاص بك وفي رايك وفي قريتك. ما هي دي وجهات نظر المنحاز اللي من حقه يقول رايه. انا من حقه الراي، انا بعد ما قدمت لك كل حاجه انا كشخص بقول رايي. ليه انا بقول رايي؟ انا ما بقولش راي عشوائي، يعني دايما الاستاذ هيكل عليه رحمه الله دايما يقول لك الراي الذي لا يدعم بالمعلومات والحقائق والوثائق فهو ليس رايا. لابد ان يكون رايك ده مستند على معلومات عشان تقدر تقول راي صح. معلومات، منطق، بالظبط. انت ما عندكش معلومه عشان تعرف تقول صح. احنا صحيح. كصحفيين عندنا كواليس كثيره جدا ونعلم الكثير من بواطن الامور، وهناك الكثير من الاشياء اللي موجوده تحت السطح اللي ممكن ما تقدرش تقولها لكن انت عارفها. أيوة. تقدر تعبر عنها برؤى مختلفة وأشكال مختلفة. تمام. وتقول إن الشخص ده يصلح أو ده لا يصلح. تمام. ومن هنا وجهة نظرك أنت اللي بتنقلها للناس. يا عم أنا قدمت لك اثنين، لكن أنا في النهاية من واقع معلوماتي وخبراتي واتصالاتي وتعاملي مع كل الأطراف اللي موجودين في المنظومة وتقييمي للأمر أقدر أقول لك إن ده الأصلح اللي أنت تقدر تختاره وده اللي ما تختاروش. أما فكرة الانحياز الكامل فهذه سلاح ذو حدين. قد يفعلها صاحب ضمير من أجل المصلحة العامة. وبالتالي يستطيع ان يقدم لنا نموذج اختاروا ده لان ده الصح ويبقى فعلا ده الصح، ولكن معناها على مسؤوليتي وده على مسؤوليتي، ولكن اذا وقع هذا الامر في شخص ليس لديه ضمير مهني ولا ضمير اخلاقي ولا قواعد ولا اخلاقيات فيسال استخدام قد يسال استخدام لاغراض اخرى في نفس يعقوب كثيره جدا نحن لا نعلمها، وما يحدث من تحت الترابيزه ومن تحت السطح حاجات كثيره جدا كلنا كصحفيين نعلمها، فهذا امر صعب جدا يعني. فانا لا استطيع ان اغطي التغطيه الكامله للانتخابات من المدرسه المنحازه، لكن اغطيها من المدرسه المهنيه الصحفيه المحايده على ان اقول رايي طبقا لمعلومات وجهات نظري. ده كلام مهم جدا استاذ سامي. تطورت المساله وتعطلت الصحافه الورقيه او تراجع تاثيرها بالمعنى الادق الى ان قدمت الصحافه وجهات نظرها والموروث المهني بتاعها للاعلام البديل، فبدأنا نشوف نفس المنطلقات المنحازة اللي القوصي بيشير إليها هي تقريبا المغذي المباشر بالظبط لأشكال الإعلام الجديد، إذا كانت في السوشيال ميديا أو الصفحات أو حتى البرامج الفضائية. ظهرت فكرة الانحياز التام اللي أنت وأنت بتتفرج تقريبا الكلام بلسان المرشح. أنت يعني شايف إيه؟ أنا شايف بقى إن هنا نرجع لنقطة اتكلمنا فيها قبل كده، هي وعي، نقطة الوعي اللي موجودة عند أعضاء الجمعية العمومية في استقبال هذه المادة الصحفية أو الإعلامية أو السوشيال ميديا اللي هي جاية له بشكل مختلف وجديد عما كان في السابق، لأن طبعا هي
ما يقال عن الترند يعني سرعة الانتشار وان هو صاحب هذه المادة يكون مؤثر بشكل او باخر. زي ما قال له استاذ محمد ممكن ما يبقاش يعني صافي النية قوي يعني وراءه ما وراءه يعني. فبالتالي هنا وعي، نرجع لمسألة الوعي لأعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي، وأنا عندي ثقة كبيرة جدا إن أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي لديهم ما يكفيهم من الوعي. فيعني مش هيضحك عليهم رأي غريب، برنامج أو موقع أو يوتيوبر. لا يعني لازم يكون عندهم قدرة تحليلية في هذا المحتوى. يعني مصلحة النادي فين؟ مصلحة النادي فين أولا وأخيرا. احنا قلنا طول عمر النادي الأهلي لا بيأثر فيه مال ولا بيأثر فيه صراعات، ودايما مصلحة الوعي موجود في تزكية مصلحة النادي وحاضره ومستقبله. لما يعني الدخول يعني أنا مش ما عنديش قلق كبير من مثل هذه الوسائط الإعلامية الجديدة. وبشوف ان يعني برنامج زي ده كافي جدا، يعني برنامج زي اللي احنا فيه ده يعني مهم جدا ان هو يساعد اعضاء النادي في فهم والتاكيد على مساله الوعي. يعني دي النقطه المهمه جدا. يعني لم يكن ابدا في مؤثرات خارجية بتأثر على أعضاء الجمعية العمومية، دي من خبراتي أنا يعني كلها إدراك لصالح النادي ومستقبله وحاضره. وأنا إذا كان المسألة الوسائل الإعلامية الحالية أو الوسائط الإعلامية الحالية هي أكل عيش أكثر من أي حاجة ثانية. يعني خلينا واقعيين، وانا شخصيا متحفظ عليها الى حد كبير، وبشوف ان الصحافه يعني التقليديه مع تطورها هي دي السند اللي ممكن استند عليه في كل امور حياتي. يعني مش بس انا مش بتكلم عن النادي الاهلي وانتخاباته، لا، في التعامل مع المتغيرات في البلد قد ايه هي مهمه وقائمه ومفيده، وقد ايه اعدائنا وخصومنا بيحاولوا يدمرونا من خلال برضه نفس الوسائط. يعني استاذ ابراهيم، فلازم يكون عندنا، يعني انا بشوف ان هي مثل هذه الوسائط والوسائل بتكشف نفسها بنفسها مع الوقت. حتى لو كانت هي من باب التسليه يعني لدى البعض، لكن تاثيراتها الى حد كبير يعني مكشوفه، وان كانت لا يعني برضه ما نامنهاش قوي، يعني لا نامنها تماما، ويكون عندنا يعني مسؤوليه لدى كبار الصحفيين ان هم يوجهوا الناس توجيه صحيح. وهذا يعني ما ناملهم في الفتره يعني على مستوى العام، على مستوى العام للبلد وليس النادي الاهلي فقط. استاذ محمد فسام بيتحدث عن الاعلام البديل بكل الوسائط الحديثه، وانت واحد من اليوتيوبرز المؤثرين، هذا الافق وهذا المناخ الاعلامي الجديد تعاملاته مع انتخابات النوادي ومنها انتخابات النادي الاهلي هي بمعزل عن التقييم الشخصي ولا منغمسه فيه؟ يعني هي دي هذه منصات اعلاميه خاصه لا يحكمها في النهاية إلا الضمير المهني للقائمين عليها أو الموجودين، وهل التزام شخصي مش أكتر. التزام شخصي، وهل لأنها في النهاية حاجة إعلام خاص وجزء من السوشيال ميديا يعني. هل اللي موجود ده مؤهل ولا مش مؤهل؟ البلوى اللي موجودة في الموضوع ده يا أستاذ إبراهيم أن كم كبير جداً او ان كما كبيرا جدا من اللي موجودين على اليوتيوب مثلا او السوشيال ميديا غير مؤهلين، غير مؤهلين على الاطلاق. يعني نجد غير مؤهلين اعلاميا وغير مؤهلين مهنيا وغير مؤهلين فكريا، فتجد كل من هب ودب ممكن يطلع ويتكلم ويدلي بدلو في القضيه
ودي مشكله كبيره جدا في الموضوع يعني. فده عالم دلوقتي صعب السيطره عليه تماما يعني، عالم بات خارج السيطره، وبدت هناك امور كثيره بتتحكم فيه من الخارج، وفي النهايه انت بتتعامل معاها ازاي؟ انت اللي بتظهر، وانت اللي بتوصل الرساله، وانت اللي بتنقل الرساله. هل بتنقلها بضمير او بتنقلها بدون ضمير؟ هل بتنقلها باخلاقيات مهنيه او ما بتنقلهاش؟ هل انت متربي مهنيا ولا مش متربي؟ يمكن حتى الفكره اللي خلتني دخلت انا في مجال اليوتيوب ونعمل برنامج في هذا الاتجاه انا وصديقي الخضري، ان الامور شفنا ان في فوضى في هذا الامر، وان كثيرين غير مؤهلين لهذا المجال، فحبينا نقدم تجربه من ناس اصلا متخصصين وبيشتغلوا في الميديا، ودي شغلتهم بقى لهم 30 سنه، واعضاء نقابه صحفيين، وعندهم اخلاقيات المهنة، عشان نقدم حتى من خلالها اعلام محترم. والحمد لله يمكن التجربه اتت بثمار جيده بالنسبه لنا، ان لقينا مردود كويس من الناس، يعني الناس بتقدر تفرق بين اللي يعني الصالح والصالح يعني، والغث والثمين. فده اللي بيحكم الموضوع، وده اللي بيحكم الامر. وغير كده يبقى الحكم للناس، اللي هي في النهايه يعني انت ممكن تضحك على الناس في بعض الوقت، لكن لن تستطيع ان تضحك عليهم او تخدعهم طول الوقت عندما تكون بتقدم برنامج او بتقدم رؤى معينه. فانت مع الوقت هتتكشف وتبدا الناس تنفك من حولك. لذلك هي انا مش شايف ان هي صعب جدا ان حد يحكمها يا استاذ ابراهيم الا ضميرك الشخصي يعني. صحيح. استاذ سامي انا هرجع بيك شويه لفكره القايمه في النادي الاهلي. لانه في ديسمبر 88 الكابتن صالح قال كفايه، انا اخذت دورتين بالظبط 84 من 80 ل 84 ومن 84 ل 88. في ديسمبر 16 ديسمبر 88 الانتخابات اللي جرت بين الكابتن عبد الصالح الوحش وكمال بيه حافظ. هذه الانتخابات كانت فارقه في نقطتين، هي اول مره الماده 44 من لائحه النظام الاساسي للانديه الرياضيه تزود عدد الاعضاء من 6 ل 10. فهذا العدد ادى الى اختلاف داخل مجلس الاداره. نجحوا مجموعه مش ما يربطهمش وحده فكر واحده. فبدأت المشاكل. هفكرك بالنتائج كانت عاملة ازاي. فاز بمقعد الرئاسة وقتها الكابتن عبد الصالح الوحش ب 2083 صوت على حساب كمال بيه حافظ اللي خد 398 صوت فقط. فاز بالعضوية 10. كانت أول مرة الكابتن محمود الخطيب يقدم نفسه للجمعية العمومية. انت بتتكلم في 88 لسه قالع الشورت والفانيلا من أيام، لسه معتزل الموسم الثاني. بالظبط. فأخذ الكابتن محمود الخطيب أعلى الأصوات بين المرشحين، حصل على 2826. يعني الكابتن عبد الصالح خد 2083، كابتن خطيب كعضو خد 2826، والأستاذ حمدي الكنيس الله يرحمه خد 2319، والكابتن حسن حمدي أخذ 2202 صوت، والمستشار عبد المجيد محمود خد 2169، واحمد زكي عبد الهادي فاز ب 1897، كابتن محرم الراغب 1876، الحاجه هدى لطفي اخذت 1848، الدكتور عمرو علواني اخذ 1731، والمهندس هشام سعيد 1664، والاستاذ حسني غانم خد 1574، واختير طبعا احمد زكي عبد الهادي الله يرحمه وكيل أمين. للمجلس. والكابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه امين للصندوق. هذا المجلس نتيجه لهذا الاختلاف في الرؤى والفكر انقسم وحدثت استقالات، فتدخلت الجمعيه العموميه وجابت الكابتن صالح رجع رئيس للنادي في فبراير 92 بعد سحب الثقه من الكابتن عبد الصالح الوحش. فكره القايمه ظهرت من يوميها من 92. انت شايف هذا التوجه الاهلاوي ازاي؟ يعني ده القايمه دي مساله مهمه جدا، لان هي طبعا فكر واحد او فكر متقارب، يعني مش لازم اكون مستسلم داخل المجلس، لكن عندي فكر قريب من فكر المجموعه كلها. ايوه. ودي نقطه مهمه جدا، ويصعب لو مش موجوده يصعب ان هي العمل يستمر 4 سنوات مع حجم مطالب كبيره جدا في نادي كبير. فمن هنا يعني طبعا هي كانت يعني الخطوه دي اللي هي في الانتخابات اللي حضرتك ذكرتها 88 من 6 7 ل 10 يعني. طبعا كل واحد له العدد، كل واحد له فكره. كل واحد له حساباته يعني. انت هي نفس الفكره دلوقتي عندك 9 بره 7 و2 تحت. بس يعني مظبطه من الاول يعني.
انا سبعه او تسعه بنجتمع مع بعض. لو ما كانوش على وحده هدف واحد وفكر واحد بالظبط كده وارد الانقسام. فيعني ده المهم قوي القايمه دي، لان هي مسؤوليه مجتمعيه ومسؤوليه يعني ان انا نجحت في المجلس لازم انجح. ايوه مش لازم انجح في الصندوق وبس، في الاداء لازم انجح في الاداء وفي العطاء. وكان ده كلام الكابتن صالح، انتوا عايزيني انا عايز دول عشان ما تحاسبنيش على حاجه انا مش مسؤول عنها. يعني يعني هي يعني رب ضاره نافع زي ما بنقول، والتاريخ بيصنع نفسه بالظبط. يعني الفشل في هذا المجلس وحصل يعني حط خطوط لمستقبل الاهلي. حصل ان هو تم اجراء انتخابات مبكره صحيح، وبالتالي عاد الكابتن صالح عشان يرسي هذا المبدأ، يعيد اللحمة مرة تانية ويتجانس المجلس ويرجع الأهلي للوضع ويمشي في مسيرته. أستاذ محمد، فكرة العمل المشترك ووحدة الهدف والفكر أنت بتشوف تأثيرها إزاي؟ لا طبعا يعني الانسجام والتقارب وحدة الفكر مهمة جدا لنجاح المنظومة، لأن اللي جايين عشان يؤدوا مهمة واحدة بفكر واحد لخدمة النادي. لو كانت هناك أفكار متضاربة هيحصل صدام عنيف جدا، مش هيكون في مصلحه النادي او الهيئه او المؤسسه اللي انا جاي من اجلها. عشان كده كان فكره الحقيقه انا من وجهه نظري ان فكره القائمه دي فكره عبقريه وانت بتقدمها للناس. تقريبا اتحاد الكوره عايز يعمل كده، ده بقى يعني عايز يحط في اللائحه ان الانتخابات تبقى بالقائمه، اصبح كل مرشح يقدم قائمته. لا هو انا سيب الامر برضو للمستقلين، في ناس ما بتلاقيش قائمه حق انه يخش الانتخابات. قائمه بالتوافق يعني قائمه بالتوافق يعني انا عامل قائمه ودعم القائمه ودعم القائمه، حتى لو في ثلاث اربع قوائم يمكن شفنا انتخابات الصيد كان فيها خمس قوائم وده كويس. بتصوت على قائمة بتصوت على قائمة، فده من مصلحة النادي ومصلحة المكان. لكن انا برضو يعني مش عايز برضو حكاية ان انا يعني اجبر الناس قانونا بقائمة، لكن بالتوافق تبقى قائمة وانا اختارها بمزاجي وبرغبتي من اجل مصلحة النادي الاهلي مثلا. انا بختار القائمة يعني بختار قائمة موحدة عشان القائمة دي تقدر تخدم على النادي. فلو كان هناك بعض العناصر غير متفقة او غير متجانسة ده عمر ما هيصب في مصلحة النادي وتحصل صدمات وخناقات لا تفيد المؤسسة على الإطلاق. لذلك هذا أمر مستحب جدا أن يكون عندك قائمة موحدة تعمل فقط لمصلحة النادي، شريطة أن اللي يكون مختار القائمة دي يكون مختار عناصر على أعلى مستوى، عناصر تنال كمان ثقة الجمعية العمومية، ده مهم جدا، وتكون مقنعة للجمعية العمومية ويكون لكل واحد فيهم ليه تخصص يقدر يفيد به النادي. أعتقد أن ده أمر مهم جدا. أستاذ سامي أخيرا في كلمتين، كلمتك للجمعية العمومية يوم الجمعة. ده احتفالية أنا منتظرها يعني، وكل أسرتي منتظراها، مجرد احتفالية هنروح نشارك إذن المنشط الصحفي للمساء احتفالية ننتظرها وللأهرام المسائي. عيد لكل الأهلوية، شاركوا فيه، احتفلوا، ابتهجوا، انصروا الأهل بالظبط. دي كانت المنشطات المهمة من الأستاذ سامي فتاح، احنا كنا سعداء بيك جدا النهارده. أنا سعيد بيكم لحد كبير. شكرا جزيلا للأستاذ سامي فتاح وللصديق العزيز محمد القوصي، كنت سعيد إن أنا أشوفك النهارده. أنا الأسعد. بقالي زمان ما شفتكش. حبيبي. شكرا جزيلا للنقدين الرياضيين الكبيرين الأستاذ سامي فتاح والأستاذ محمد القوصي على هذه الرؤية الصحفية للانتخابات الأهلوية، هذا الحدث الشعبي الكبير يوم الجمعة إن شاء الله. كما نشكر حضراتكم على طيب المتابعة. وتصبحوا على ألف خير.